بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بالثانية وبالدقيقة الساعة 8 بنكون معاكم لتسعة ونص عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النهاردة حلقتنا نصين، النص الأول مجموعة من الأخبار اللي تهم كل الأهلاوية وكل جمهور الرياضة في مصر، النص الثاني قصة من قصص أبطال داخل جدران النادي الأهلي. الأبطال دي الحقيقة خدت الدوري 31 مرة في التاريخ، 11 آخر 11 مرة منهم على التوالي. الأبطال دي أبطال من ذهب الحقيقة، بيشتغلوا وما لهمش حس، بيحققوا البطولات بدون أي ضجيج. أبطالنا النهاردة هم رجال تنس الطاولة. الحقيقة من أقل من أسبوع فازوا ببطولة الدوري العام زي ما قلت لحضراتكم للمرة الـ11 على التوالي، إنجاز كبير. الحقيقة لو قعدنا ندور على لعبة بتاخد الدوري 11 مرة ورا بعض بيبقى صعب. فالتنس الطاولة الحقيقة بيعملوا إنجاز كبير، فلازم نحط الضوء زي ما وعدناكم هنكون مع أبطالنا في كل حتة، فلازم نجيب الأبطال ونحط الضوء عليهم وهنديهم مساحة من الوقت كبيرة لأنهم يستحقوا ده. كابتن أشرف فتاح رئيس الجهاز، وطبعا كابتن عمرو رضا، السيد لاشين، عندك كمان محمد البيلي هيكون معانا النهارده. استنوا هيبقى في كواليس كتيره جدا للتنس الارضي. خلينا نخش مع حضراتكم في الاخبار، والاخبار هناخدها واحده واحده. بس الحقيقه قبل ما اخش في الاخبار لازم اشيد بفريق الووتر بولو بتاع النادي الاهلي. الووتر بولو طلع من قبل النهائي من نادي الجزيره بعد بلاي اوف ثلاث ماتشات، كسب ماتش خسر ماتش، المباراة الثالثة خلصت بالتعادل وراحوا على ضربات الترجيح. 13 ضربة ترجيح، خلصت النتيجة 11-10 نادي الجزيرة. الحقيقة مباراة كانت جميلة جدا وأدوا برجولة. كل التحية والتقدير لهذا الفريق، برغم إنه خسر بس يعني خسارة بطعم الفوز. عملوا اللي عليهم. الحقيقة الووتر بولو بقالهم سنتين ثلاثة حاطيننا في حتة تانية خالص، وزي ما قلنا قبل كده مع كابتن وائل عزت الووتر بولو كانوا بعيد لسنوات طويلة. دلوقتي احنا بنخش في المنافسة وبيبقى بنوصل فاينل ونبقى قاب قوسين او ادنى من البطولة. احنا في الابطال مش بس بنشيد بالبطولات واللي بيحققوا بطولات، لا بنشيد برضو باللي بيجتهدوا واللي ما بيحلفهمش الحظ ولكن بيعملوا مجهود لازم يشكروا عليه. الحقيقة بنشكر فريق الووتر بولو ونتمنى لهم ان شاء الله السنة الجاية حظ اوفر وان شاء الله يوصلوا فاينل. خش في اخبارنا، وكما عودناكم اول اخبار هي بتبقى كره اليد. كره اليد زي ما قلنا كابتن طارق محروس في الفريق الاول عنده اصابات، بيستعين من فريق الشباب، فريق 2000 اللي هو مواليد 2000. كابتن صابر حسين بيجهز الفريق، عنده ماتشات، لان خلي بالكم الفريق ده مهم لانه على طول كابتن طارق محروس بيستعين بيهم عشان يسد اي عجز عنده. طب كابتن صابر حسين طبعا مواليد 2000 فاز طبعا على الاولمبي في المباراه اللي فاتت 33-27. طيب المباراة دي كانت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الماتش اللي جاي طبعا هيبقى في دوري المرتبط أيضا يوم الثلاث مع أصحاب الجياد في اسكندرية. كل التوفيق طبعا كابتن صابر حسين واللاعبين. خلينا نروح كمان لسيدات اليد. سيدات اليد زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت كان معانا طبعا سندس حشانة، وشفنا قربنا من الفريق وشفنا الاستعدادات والاستعانة طبعا باللاعبات الأجانب عشان يحققوا موسم كويس. كابتن يحيى يوسف المدير الفني بيستعد للمباراه اللي جايه في فريق نادي 6 اكتوبر. المباراه هتكون على صاله الامير عبد الله الفيصل ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 4. الاهلي كسب كل ماتشاته اللي فاتت، كسب منوف الرياضي، حلوان العام، شامبيون الرحاب، وهليوليدو. طبعا انتوا عارفين ان الفريق الدوري 16 فريق بيلعبوا رايح جاي، بطل الدوري هيتحدد، هياخدوا اول اربعه يلعبوا دوري السوبر المصري. كل التوفيق طبعا لكابتن يحيى يوسف واللاعبات. طيب خلينا نروح لفريق كره السله رجال. طبعا فريق كرة السلة رجال بيلعب طبعا دور ال 16 مع فريق جزيرة الورد. طبعا احنا بنحيي فريق جزيرة الورد هنا طبعا لانه فريق لسه صاعد وبيأدي اداء رائع في الدوري، والحقيقة لازم نشيد بيه طبعا ابناء مدينة المنصورة، بنشيد بيهم، ربنا يوفقهم يا رب. النادي الاهلي فاز في المباراة الاولانية كبار ومرتبط، وفاز النهارده المرتبط 50-22. كنا بعد مباراة المرتبط حسمنا خلاص التأهل لدور الثمانية. الفريق بتاعنا الكبير لسه الماتش خلصان منذ لحظات بنتيجة 101-54. طيب النادي الأهلي تأهل، هيعمل إيه النادي الأهلي؟ هيستنى اللي هيفوز من الزمالك والاتصالات عشان يقابله في دور الثمانية، ولكن المباريات دي هتتلعب، هما بيلعبوا مع بعض دلوقتي الزمالك والاتصالات، هنشوف مين اللي هيكسب و
هنبتدي نقابل الكسبان منهم، بس بعد توقف هيكون المنتخب اتجمع عشان عنده اشتراكات، فهيبقى غالبا في النص الثاني او يمكن في يعني بعد 10 اواخر 11، النص الثاني من 11 يمكن بعد 20 كمان هتبقى مباراه دور الثمانيه. كاميرا الابطال زي ما يعني وعدناكم بنكون في كل حدث، كاميرا الابطال كانت مع المباراه الاولى او كانت مع الفريق في المباراه الاولى مع جزيره الورد، صورنا التقرير ده ورجع لحضراتكم. ابتديت اخد فرصه السنه دي مع كابتن اشرف توفيق من اول سيزون، من بعد ما رجعت من معسكر المنتخب هو استدعاني انا ومحمود وليد وكذا حد تاني من افراد المنتخب برضه كانوا بيلعبوا في المنتخب في النادي الاهلي. ابتديت اتمرن معاهم من اول لما بداوا، كنا ناقصين في الاول، بعد كده الصفقات ابتدت تيجي ومحترف جه لسه، وابتدينا سيزون جميل يعني، وعاملين انتصارات جامده وعاملين ماتشات حلوه، وكابتن اشرف ظابطنا يعني السنه دي. طبعا نطمن الجمهور، الحمد لله الصفقات كلها وصلت وكلها نزلت التمرين وتقريبا برضو كلها نزلت الماتشات. أليكس كمان المحترف بتاعنا الحمد لله وصل من أمريكا، فالفرقة أخيرا كلها كملت، وإن شاء الله يعني يبقى موسم كويس بكل العناصر اللي عندنا. دايما اللي يقول يعني يلبس تيشيرت نادي الأهلي اكيد بيحس بالفخر، يعني انا مبسوط جدا ان انا بلعب للنادي الاهلي، ناس كتير بتشجعك، ناس كتير مستنيه منك كتير ومستنيين منك بطولات، فده بيحط عليك ضغط، بس ان شاء الله نكون قد الضغط ده يعني ان شاء الله. الجميل اللي عمله الكوتش اشرف انه استعان بالشباب والناشئين في المباريات دي عشان يكتسبوا الخبره عشان يعمل جيل قدام. كل التوفيق طبعا لفريق كره السله رجال. هنروح من الرجال للسيدات، عندنا بكره اول ماتش طبعا في دور ال 16 في ثمن النهائي، طبعا سيدات هيلعبوا مدينه نصر. المباراه الاولى بكره مباراه الذهاب هتلعب في النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي بالجزيره صاله الشهداء. الماتش الثاني هتلعب يوم السبت ان شاء الله في مدينه نصر. طبعا كل التمنيات لفريق السيدات. يمكن النادي الاهلي احتل الصداره ايضا في المجموعه بتاعته، كان مع الغابه والزمالك والصيد، احتل الصداره وبناء على كده تاهل لدور ال 16. طبعا كان مدينه نصر تاهل من كان معاه سبورتنج والزهور ومصر للتامين. طيب لازم تبقوا عارفين حاجه، ان فريق السيدات السنه دي عمل موسم انتقالي. كابتن رؤوف عبد القادر كان معانا من حلقتين، وسبع صفقات جديده من اصل 14 لاعيبه بتتسجل في الفريق، يعني نص الفريق قوامه جديد، فالفريق محتاج صبر. ما فيش ابدا فرقه بيبقى فيها عدد الصفقات دي. طب هتقولوا ليه عملنا الصفقات الكتير دي؟ لو فكركم كابتن رؤوف قال ان السنه دي اول سنه يطبق الاحتراف في السيدات، فكان كل اللاعبات فري، فبقى عندك ازمتين، ازمه ان انت عايز تحافظ على اللاعبات اللي عندك، وفي نفس الوقت عايز تحصل على خدمات احسن لعيبه في مصر، لان الموسم ده هيحدد بشكل كبير الثلاث مواسم اللي جايه، فكان لازم احسن يعني لعيبه تكون موجوده او احسن لاعبات يكونوا موجودين مع الفريق، وده يمكن هياخد شويه وقت عندنا وما فيش مشكله خالص، لسه الموسم طويل. نجمة الفريق برضو خبر يعني متعلق بفريق السيدات، نجمة الفريق نور علي طلعت. طبعا الأسبوع اللي فات كانت رايحة التمرين الصبح على الطريق الدائري، عملت حادثة. دي صورة طبعا نور علي طلعت نجمة الفريق، لعبة ارتكاز الفريق. طبعا حادثة كانت جامدة شوية. طبعا إيديها الشمال اتكسرت كسر مضاعف، احتاجت تعمل عملية، عملت عملية وركبت مسامير وشرايح. يعني تقريبا كده نور ربنا يقومها بالسلامة، بس قدامها فترة إن شاء الله عشان ترجع تاني. واكيد طبعا محتاجين نطمن على نور، وطبعا نور معانا عبر الهاتف. ازيك يا نور؟ الو نور، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الف سلامه عليكي، وخضتينا جامد عليك يا نور. الله يسلم حضرتك. مش فيه ايه اللي حصل في الحادثه؟ طمنينا، قولي لنا يعني ايه الظروف وحصلت ازاي. والله انا كنت ماشيه على الدائري رايح عند التمرين، وفجاه يعني عربيه قدامي كده ما اعرفش قفلت منه ولا ايه اللي حصل. المهم ان لقيتها بتلف قدامي، وطبعا احنا دائري بسرعه وكده، كنت بحاول اتفاداها، فبرضو احنا كمان كنت على سرعه، فالعربيه قامت برضو عوامت مني كده وقفت على طريقها، بعدين انا داخله في سور الخرسانه اللي بتاع الدائري ده. خبر ابيض، دي كانت حادثه كبيره، ده الحمد لله يعني ان هي جت على قد كده يا نور، يعني نحمد ربنا. الحمد لله والله ان ما حدش كمان لبس فيا من ورا وكده. فطبعا كانت حادثه يعني قويه. طيب قولي لي يعني، هو طبعا احنا عرفنا ان ايدك الشمال اتكسرت كسر مضاعف، هل في اصابات تانية ولا هي اصابه اليد بس يا نور؟ لا، لما خبطت بقى دخلت في الازاز، ففي كام غرزه بقى في وشي من الازاز، بس الحمد لله يعني يقولوا ان هي هتروح.
ألف سلامة عليكي. طب وطمنيني يعني، عملتي العملية، ركبتي مسامير وشرايح، طيب هتقعدي في الجبس قد إيه يا نور؟ والله هي سرايا كلمت الدكتور أشرف محرم بصراحة ما تأخرش علينا وجالنا على طول، وعملت العملية الساعة 4 وقال لي إنه هقعد شهر ونص في الجبس، بس إن شاء الله بعديها بقى التأهيل. طب وليه يا نور هتحتاجي يعني يحصل نزع للشرايح والمسامير؟ لأن الحقيقة أنا عملت عملية زي دي قبل كده، وبيبقى بعديها ساعات بيحتاج، لان احنا لعب كره السله لعب عنيف على الايدين، ساعات بيحتاج يشيل المسامير والشرايح. الموضوع ده يعني معاكي هيكون شكله ايه؟ لا هو قال لي انه في حاجات هتدوب وفي حاجات هتحتاج نشيلها بعد سنه. يعني في حاجات هتحتاج تشيليها بعد سنه، ان انا هلعب عادي يعني كده، بس بعد سنه لو تتشيل بقى. طب وهو بعد الشهر ونص تقريبا ممكن علاج طبيعي قد ايه، ولا لسه ان شاء الله بعد ما نفك هيبان الرؤيه؟ لا هو قال لي في رينج شهرين علاج طبيعي. الف سلامه عليك يا نور، خضتينا، والف مليون على الف مليون الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله ربنا يسلمك ويسلم كل اللاعبين واللاعبات يعني من كل شيء وحش يعني. شكرا جزيلا نور، ونتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله. يا رب. يمكن كان لازم نطمن على نور. الحقيقه نور لعيبه مؤثره جدا، يمكن الفريق هيفتقدها الفتره اللي جايه، بس زي ما انتم شفتوا 3 شهور ونص ده يعني ان شاء الله يعني اتوقع ان ممكن تلحق الموسم او تلحقه في نصه ان شاء الله. طيب نروح للسباحه. السباحه عامله انجازات كبيره. كاس مصر اللي كان بيتلعب على استاد القاهره او حمامات سباحه استاد القاهره، فزنا بكاس مصر، والغريب والاجمل ان احنا حققنا ارقام، مش بس فزنا بكاس مصر في الفتره من 15 ل 20 اكتوبر، لا ده احنا حققنا ارقام كمان. احمد اكرم كسب جائزه افضل سباح، طبعا انتوا عارفين احمد اكرم من اللاعبين المرشحين لميداليه في الاولمبياد، وعبد الرحمن سامح كاس احسن رقم في البطوله، وعلي خلف الله افضل سباح 100 متر حره في مصر، واخيرا حققت ساره سليمان جائزه احسن رقم عمومي للسيدات. بنبارك لقطاع السباحه، شغل كبير ومجهود كبير، وعلى راسه الكابتن وليد عزت، الف مليون مبروك، ومنتظرين منكم المزيد والمزيد. كده يعني خلصت اخبارنا او اخبار النادي الاهلي. خلينا نروح للاخبار المحليه. انتوا عارفين كره اليد المنتخب بيستعد لكاس العالم في شهر يناير، دلوقتي في معسكر اللعيبه قاعده معسكر لغايه الاسبوع الاول من نوفمبر. كان متفقين المنتخب على مباريات وديه هتتلعب في شهر نوفمبر، كانت مع البحرين والارجنتين. الحقيقه للاسف الارجنتين اعتذرت، مش هتقدر تيجي تلعب المباريات الوديه. ليه اعتذرت؟ لان عندها عدد كبير جدا من اللاعبين بيلعبوا في اوروبا ومش فاضيين، والماتش ده والماتشات دي كان مقترح انها تتلعب 11 نوفمبر. طبعا اكيد اتحاد كره اليد بقياده المهندس هشام نصر اكيد هيفكر في البديل، لان اكيد محتاجين ماتشات من العيار الثقيل او ماتشات توف جيمز قبل كاس العالم. كل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله يعني يكون في اعداد بشكل جيد، عشان الملايين الحقيقه المصريين مستنيين البطوله دي بفارغ الصبر. طيب هنروح لكره الطائره. اللجنه المؤقته بقياده الكابتن سامح حمدي، انتوا عارفين طبعا انه في لجنه مؤقته هتدير الاتحاد لفتره لغايه ما يتعمل الانتخابات. اللجنه دي مش هتنزل الانتخابات. مركز تسويه التحكيم الرياضي ابطل الجمعيه العموميه اللي جايه بقرار عشان العدد. كابتن جابر عبد العاطي طبعا رحمه الله، يعني المجلس افتقده نتيجه انه يعني الوفاه، والمستشار احمد حاتم البنا استقال نتيجه عدم موافقه طبعا جهه عمله على انضمامه للجنه المؤقته. اللجنه طبعا مهندس هشام حطب كان لازم تدخل سريع، تم تعيين شريهان سامح لاعبه النادي الاهلي، طبعا دي صورتها، وتم تعيين ايضا محمد عبد الرحمن نجم النادي الاهلي في اللجنه المؤقته، وعندهم اجتماع كمان بكره عشان يحددوا الجمعيه العموميه اللي جايه امتى، عشان يبقى النصاب اكتمل، وده صوره القرار، عشان النصاب يكتمل وتبقى اجتماعاته صحيحه وقراراته ايضا صحيحه. بالتوفيق طبعا للجنه المؤقته لاتحاد الطايره، الحقيقه اللي احنا يعني بنشيد بيهم، لانه بالرغم من هما لجنه مؤقته ولكن ما حصلش اي هزه في كره الطائره. الموسم استكمل بكل يعني سلاسه زي ما بيقولوا. تابعنا ماتش الفاينل كاس مصر لطلائع الجيش والنادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي، فبنشيد بيهم، والحقيقه دايرين الموضوع بحرفيه كامله، واكيد الانتخابات هتعمل في جو صحي جدا مع المجموعه دي. طيب الشرقيه الدخان، انتوا عارفين طبعا الهوكي احنا يعني ابطال افريقيا، احنا بنتناوب احنا وجنوب افريقيا في الموضوع ده. الشرقيه الدخان بطل الدوري الممتاز للهوكي على حساب الطائرات. الفريق الاول للهوكي بنادي الشرقيه الدخان قدر انه يفوز ببطوله الدوري الموسم اللي احنا فيه 19-20 بعد ما كسب نادي الطائرات بالشوت اوت. الماتش كان خلص بالتعادل، وعشان كده راحوا للشوت اوت عشان يحددوا مين الكسبان. وفي لفته كويسه زي ما احنا شايفين الصوره دي، طبعا الاحتفالات كانت احتفالات على
مذاق او على طعم مؤمن زكريا. زي ما قلت لكم قبل كده ان مؤمن زكريا اصبح ايقونه للرياضيين، لانه طبعا اللقطه تاني متشكر جدا طبعا للفريق الاعداد والاخراج انه طبعا يعني الصوره رجعت تاني زي ما انتم شايفين. حتى مش كره القدم بس، مش كره القدم بس اللي بيحتفلوا بمؤمن زكريا، مؤمن زكريا اصبح يعني بقى دعمه ده حاجه مهمه، واحتفال بطريقته حاجه مهمه. وعايز اقول لكم ان انا قريت خبر النهارده كمان انه بدا يتحسن، مؤمن زكريا بدا يتحسن وبدا ينزل الجيم يتمرن. والحقيقه الفرح ده الخبر ده فرحني جدا، ولدرجه ان انا بقيت متشوق لو في صوره او حاجه نازله، لان الناس متشوقه تشوفه تاني في الملعب. الناس عايزه تثبت نفسها ان مفيش صعب ومفيش مستحيل. الحقيقه كده دي اخبارنا طبعا الداخل جدران النادي الاهلي. طيب يعني دي اخبارنا دي لقطه مؤمن، دي مؤمن زكريا اهو وحصري بيتمرن في الجيم. بشكركم يا جماعه على اللقطه دي. زي ما احنا شايفين الحقيقه انا كل سعاده وفخر ان مؤمن ان شاء الله بيتغلب على مرضه وبدا ينزل الجيم تاني. الحقيقه دي رساله مؤمن، الحقيقه ما كانش هياخد الثقه دي وما كانش هياخد الدعم ده الا ما يحس الجماهير واقفه وراه. والحقيقه انا بشكر طبعا فريق الهوكي اللي عمل كده، وبشكر كل رياضيين مصر اللي دعموا مؤمن زكريا، وبندعم اي رياضي في ازمه هو ملوش دخل فيها طبعا، ونتمنى الشفاء لمؤمن في السريع العاجل. طيب احنا كده اخبارنا خلصت، هنطلع لفاصل، هستقبل ابطالنا نجوم تنس الطاوله. الحقيقه انجاز كبير تاني للدوري للمره ال11 على التوالي والمره ال31 في تاريخه. هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا، فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي نجوم الجهاز الفني لتنس الطاوله، رجال الحقيقه اللي حققوا انجاز كبير، 11 بطوله على التوالي دوري عام، 31 بطوله في تاريخهم. لازم ارحب بيهم في البدايه، برحب بالكابتن اشرف فتاح طبعا رئيس الجهاز والمدير الفني. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، والف مليون مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يخليك، ربنا يخليك، شكرا. برحب بالكابتن عمرو رضا المدرب العام، وزي ما بيقولوا اللي هو المحرك للتدريبات كلها، الكابتن عمرو. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن، منورنا ومشرف قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر جدا. كابتن اشرف، يمكن انجاز كبير احنا بنشكركم عليه في البدايه طبعا، لان 11 سنه دوري متصل يعني ده ما بيجيش بالصدفه طبعا. كلمنا عن الانجاز ده، اتعمل ازاي، اتوفر ازاي، خاصه ان السنه دي كان فيه منافسه. السنه دي طبعا احنا بدانا بالبطوله الانديه العربيه، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها، خدنا مركز اول، وبعد كده اشتغلنا نستعد للدوري كظروف طبيعيه هتحصل. مره واحده طبعا حصل الايقاف بتاع الكورونا والظروف اللي حصل فيه، 3.5 أشهر قاعدين في البيت، طبعا كانت فتره صعبه. اول ما رجعنا ابتدينا باللياقه البدنيه والاعداد البدني مع مدرب اللياقه بتاعنا كابتن محمود الحناوي، وبعديه ب 15 يوم ابتدينا نخش في الفني. دخلنا في الفني طبعا كانت انا شايف الفتره ما كانتش كافيه قوي، كافيه قوي، 45 يوم ما كانتش كافيه قوي ان احنا نقدر نوصل بالمستوى المناسب لبدايه الدوري، منافسات الدوري. انما الحمد لله بالتعب والمجهود وشغل الجهاز الفني كابتن عمرو وكابتن اشرف صبحي قدرنا نعوض ونتمرن صبح وبعد الظهر ونبذل مجهود جامد في التمرين، واللعيبه بذلت مجهود جامد معانا لغايه ما بدانا الدوره المجمعه الاولى وكسبناها الحمد لله 7 ماتشات 3-0. وبعد كده دخلنا في الدوره المجمعه الثانيه، كان بعديها بحوالي 24 يوم، حوالي شهر تقريبا. وبعدين دخلنا في الدوره المجمعه الثانيه كانت 4 فرق بس، كسبنا 3 ماتشات 3-0 الحمد لله. الحمد لله. طب كابتن، احنا فريق عمل البرنامج مجهز فيديو صغير كده عن مشوار الفريق والانجازات، خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضرتك. اعزائي المشاهدين، هنشوف فيديو نتعرف اكتر على مشوار الفريق ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. اروح لكابتن عمرو. كابتن، يعني يمكن مشوار صعب، واكيد المشوار ده بقى فيه اصعب ماتش انت فاكره، واكيد فيه اسهل ماتش او اضعف طبعا ماتش. ايه هم اصعب واسهل ماتش؟ يعني هنيجي بالاصعب طبعا، ان ماتش انبي كان ماتش يعني يعتبر هو نص منتخب مصر، احمد صالح واحمد نديم اللي هو اللعيبه المصنفين في مصر رقم 1 ورقم 3 محليا، كان ده الماتش الاصعب بالنسبه لنا. الحمد لله طبعا كسبنا الماتشات كلها 3-0، بس ده الماتش الاصعب كان صعب. يعني حسينا ان احنا الماتش كان محتاج لعيبه مصنفه طبعا الماتش كان فيه تركيز قوي وكان فيه اهتمام، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسبهم 2-3. انا من وجهه نظري بتكلم فنيا، يعني ما اقصدش اي حاجه تاني، انا كنت بالنسبه لي الماتش الاسهل فنيا كان ماتش الزمالك، مع احترامي طبعا لنادي الزمالك. احنا كسبناهم 2-3،
المرتين الحمد لله كان بسهوله فنيه كمان، يعني الماتشين اللعيبه مختلفين لعبوا بعض، كان بالنسبه لنا الماتش الاسهل يعني. كان كان ماتش فني في دور المجمعه الاهلي يعني بشكل كبير وكان اسهل. طب كابتن، يمكن 11 سنه مش بس بطوله الدوري اللي احنا واخدينها، لا ده احنا واخدين كل الايفنتات كمان ما شاء الله. يعني الانجاز ده يعني اصل خلي بالك الناس بتيجي تقول لك ايه مثلا، اصله احنا مثلا اصله خسروا السيدات. طب ما احنا بقى لنا 11 سنه حضرتك بنكسب كل البطولات رجال وسيدات بكل الايفنتات، ترد على يعني المشككين بايه؟ انا هرد طبعا يا كابتن ان هو في كلام بيتقال ساعات غريب جدا ان فرقه غير الاهلي مسيطره على تنس طاوله. احنا بقى لنا 11 سنه متواصل ما بنخسرش ايفنت، مش رجال وسيدات بس، من 12 سنه 15 سنه 18 سنه اولاد وبنات، 21 سنه اولاد وبنات، خسرنا ايفنت واحد بس تقريبا طول السنين اللي فاتت، ايفنت 18 سنه ده الايفنت الوحيد اللي خسرناه. احنا بنلعب في اخر بطوله لعبناها، لعبنا الزمالك 8 مرات في 8 ايفنتات كسبنا 7-1، زي بالظبط كده ماتش كوره انت بتكسب الزمالك 7-1، احنا كسبانين 7، احنا ما بنخسرش الحمد لله بقالنا سنين طويله جدا. وافريقيا افريقيا وعربيا، لا انا بتكلم محليا، غير الانديه العربيه غير الانديه الافريقيه. طبعا احنا الحمد لله مسيطرين سيطره كامله كامله بدون ما فيش اي منافسه خالص الحمد لله. الحمد لله بسبب اللي احنا فيه، احنا كل الفرق على فكره كل فرقه فيها اسامي كبيره، بس احنا شغالين طول الوقت ما بنقفش. صحيح. في اي وقت بنشتغل وبنشتغل الحمد لله، ودي نتيجه الشغل الحمد لله. صحيح. كابتن اشرف، يمكن اجي لك، يعني اكيد المكسب ده ما جاش، يعني يمكن احنا عارفين طبعا اكبر اربع اسامي طبعا في الفريق، خالد عصر وشادي مجدي ومحمد شومان وعمر بدير، بس الفرقه اكيد مش بس دول. قول لي تكوين فرقتك ايه، لعيبتك اللي شالوا الحمل طول السنه. طبعا كابتن الفريق سيد لاشين طبعا، طبعاً. هو موجود طبعا والبيلي او البيلي وخالد عصر وعمر بدير وشادي مجدي وطبعا محمد شومان، خالد عصر، محمود اشرف حلمي، كريم عبد العزيز، يوسف عبد العزيز، كريم عبد العزيز، برهامي، مروان عبد الوهاب، هم دول المجموعه اللي احنا كملنا بيهم. والجميله كابتن جواد الحرازي طبعا، عشان نوضح للساده المشاهدين ان احنا عندنا برضو اجيال، يعني مش اسامي دي كلها جيل واحد. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا ابطال 18 سنه، ابطال 18 و21 ورجال، فده معناه ان احنا عندنا ذخيره من اللاعبين اللي يقدروا ان شاء الله بالظبط كده، اللي يقدروا ان هم يكملوا المسيره مع بعد مع الفريق الاول. يعني طب يا كابتن، انت شايف ان احنا السكواد بتاعنا كافي ولا يعني في حاجه ان احنا نستعين بحد بره، ولا هل في مفاوضات مع حد تاني؟ يعني كلمني عن نظرتك المستقبليه للفريق. هو بصراحه الفريق من كتر يعني اللعيبه الكويسين اللي عندنا، احنا ممكن نكون مش محتاجين كتير من بره حد، لان ما فيش في السوق بره الا يمكن واحد ولا اثنين في نادي تاني ومش متاحين لينا. فانما كل اللي موجودين عندنا كلهم ولاد النادي، كلهم طالعين من مدارس النادي ومن اكاديميات النادي، وبيتدرجوا معانا، يطلعوا معانا لغايه ما يوصلوا للدرجه الاولى. فدي الحاجه الكويسه اللي هي اللي عندنا، فاحنا عندنا ذخيره الحمد لله اللي هي تقدر تكمل سنين طويله كتير قدام. طب يا كابتن، يعني اللاعبين عقودها ممتده، هل احنا عندنا اللاعبين وهي بتطلع من تحت برضو بيتعمل لها عقود؟ يعني كلمنا برضو على الناحيه الاداريه، انت مظبط ازاي ومكنترول الموضوع ده مع اللعيبه، عشان الناس دايما بتقارن بين اي لعبه وبكره القدم. الدرجه الاولى طبعا كلهم معمول لهم عقود، والحمد لله السنه يعني الفتره دي النادي تعاون معانا وابتدى يعمل عقود للصغيرين. ممتاز. 18 سنه 21 سنه والدرجه الاولى، فاحنا عندنا الحمد لله يعني لعيبه كتير ومتحافظ عليهم ان هم معانا وموجودين معانا بعقود والكلام ده. طب خلينا برضو هنتكلم على موضوع السيدات، بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضرتك تاني. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونكمل حوارنا طبعا مع الجهاز الفني للتنس الارضي، فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستكمل حوارنا مع ابطال او الجهاز الفني للابطال تنس الطاوله رجال بالنادي الاهلي. كابتن عمرو، يمكن الجميل مش ان 11 سنه خدنا دوري، الجميل ان كل مبارياتنا 3-0. بالظبط. طبعا ده رقم صعب، يعني ان انت تعمله وتبقى انت مسيطر سيطره كامله من اول لاخر، والسيطره مش سيطره ان انت عندك لعيبه مميزه بس، انت بتشتغل فعلا وبتبدا الدوري. احنا لاعبين 12 ماتش قبل ما نبدا دورات مجمعه، ما خسرناش الماتش، جينا في الدورات المجمعه اللي هم اقوى 7 فرق موجوده في مصر، انت كل الماتشات بالنسبه لك 3-0 3-0 فعلا. بقى الفرقه بقت بتلعب معانا عشان يعني كل واحد عاوز يعمل رقم لنفسه انه يخسر من الاهلي 3-1. يعني دي قدرنا نسيطر عليها جدا، واحنا وصلنا ان احنا كجهاز فني حتى بننزل السكور الماتشات الكبيره، وبنقول للعيبه قبل الماتش احنا الماتش ده منزلينه عشان عاوزين نكسب 3-0.
يعني كنا بنشتغل على كده. مفيش تراخي نهائي. لا كنا بنشتغل على كده، كنا عاوزين نعمل الرقم ده لنفسنا ان احنا عاوزين نكسب 3-0. وحتى في ماتش النهائي كان شومان بيلعب مع اسلام، وكان بادئ بدايه كانت مش موفقه، بدانا نتكلم معاه ان احنا ما ينفعش نخسر، احنا ما بنتكلمش على الماتش كتوتال، احنا عارفين ان احنا ان شاء الله نكسب، بس ما ينفعش نخسر، احنا مش عاوزين نخسر ماتش، احنا مصممين يبقى كل الماتشات 3-0. والحمد لله طبعا ده بسبب الشغل يعني. طب والبطوله العربيه برضو اتكلمها عنها يا كابتن، احنا برضو محليا مش موضوع محلي، بطوله عربيه والانجاز اللي عملناه فيه. بالظبط، البطوله الانديه العربيه اللي بالنسبه للنادي الاهلي احنا كسبنا طبعا بطولات كتير قوي الحمد لله، دايما في بطولات بتكون في مواقف صعبه فيها، البطوله الانديه العربيه كانت الاصعب تقريبا. يعني دي لقطه منها للسد ده هنا شومان ونط على الترابيزه في النقطه دي. لا كلمنا عن النقطه دي بالذات يا كابتن. البونت ده الاخير اللي هو كان البونت خلاص احنا 2-0 لينا و13 12 والبونت الاخير، كنا بنقول له بره تعمل ايه بالظبط، وعمل اللي احنا طلبناه منه بالظبط وكسب. ده كان فرحه جامده جدا من الجهاز، وكنا الماتش راجع كمان، كنا يعتبر كنا خسرنا الفاينل، كنا نلعب مع قطر. سيد بيلعب مع يان ان ده لاعب مصنف عالميا ترتيبه عالم سابع بالظبط سابع، وكان حتى يعني الناس كلها بتقول شد حلو. الطبيعي ان احنا عايزين خسرنا بامانه يعني، بنتكلم فنيا احنا بنتكلم فنيا، بس الحاله اللي سيد كان نادي السد باين يا كابتن، كان نادي قطر، نادي قطر، قطر نادي قطر، وجايبين فعلا لاعب عالمي ومعاهم لاعب مجنس ومعاهم لاعب منتخب قطر. فماتش الصين ده محسوم يعني يعتبر، وسادة من غير محترف. احنا معناش محترف، احنا طالعين لعيبه النادي الاهلي اللي ان شاء الله هنكسب بيهم. والبطوله فعلا كانت صعبه جدا، البطوله كلها كنا بنعاني جدا بسبب ان مفيش محترف معانا، وكل فرقه بنلعبها بيبقى معاهم محترف قوي جدا. يعني في البحرين لاعبين سيمي فاينال لاعبين مع فرقه فيها ارونا اللي هو ترتيبه سادس او خامس كان العالم في الوقت ده، ومعاهم اثنين لعيبه منتخب البحرين. لا البطوله كانت صعبه جدا. وخلي بالك برضو كان البطوله دي قبليها كان في قرار تربوي من الجهاز الفني، احنا مش هنتكلم على التفاصيل، ولكن كان في جهاز تربوي كان الناس كانت شايفاه انه هيضر فنيا بالفريق. بالعكس قرار التربوي ده انت خدته الاصعب، وروح الفنيه الحمراء واللعيبه تمسكت وصممته وربنا كافئ. ربنا بيكافئ لما بناخد، ولا رايك يا كابتن لما بتاخد قرار تربوي مش معنى كده انت بتكره ده او بتحب ده، انت بتحافظ على كيان الفرقه، صح ولا انا غلط؟ هو بصراحه القرار كان قرار مجلس اداره النادي يعني، كان طبعا موجود. طبعا ما هو النادي كله يعني يونت واحده بالظبط، اي قرار بيتاخد طبعا. وكابتن رؤوف تواصل مع كابتن محمود، وكابتن محمود كان ومع ذلك واللعيبه كلها اولادك طبعا، بس انت بتدور على مصلحه طبعا الفريق طبعا. والبطوله دي انا فاكر كويس قوي الناس قالت لك القرار ده اتاخد ما كانش وقته، لا ما كانش حاجه، طب مشككين طبعا، ولكن اثبتوا عكس كده ما شاء الله كده. بالظبط، ربنا كرمنا وحافظنا على البطوله، لان دي تقريبا كان تاني مره نكسب ورا بعض. بالظبط، حافظنا على المكسب ومركز اول، وقدرنا يعني نكسب نرجع بالبطوله، نرجع يمكن بالبطولة. يمكن ماتش السيد لاشين ده هو يمكن لان كان كل الناس يعني بنقول بلغه الكره او لغه الرياضه رامين الفوطه في الماتش ده، سبع عالميا بيلعب السيد لاشين، بس كان معايا في البرنامج قال لك توكلت على الله. تمام، كان توكل على الله يعني. يمكن الماتش ده كلمني عنه برده شويه. انا كنت جالي بين الشوطين فبقول له سيد اعمل كذا 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 كذا، فقال لي يا كوتش اعمل ايه يا كوتش، انا ماشي على الله، سيبه على الله يا كوتش. وربنا كرم ونزل والحمد لله، بيروح فنان النادي ده. انت احنا كمان بنتعب يا كابتن كمان والله يا يعني كابتن، طبعا بنتعب جدا، وكنا يعني بنحس بالمكسب عشان احنا فعلا يعني ما فيش حاجه ما بنعملهاش. احنا اليوم كله عباره عن تمرين، احنا صبح وليل في النادي كلنا يعني، جهاز ومدربين كلهم بتاع النادي واللعيبه كلنا بنساعد بعض وكلنا بنعمل اقصى حاجه عندنا. انا بس كنت عاوز اذكر لعيبه بقيه الفرقه اللي هو اتفضل يا كابتن شومان وعمر بدير وخالد عصر وشادي مجدي ومحمود اشرف حلمي وعلي غلاب ومحمود فتحي، دولت فرقه الرجال، ويوسف عبد العزيز وكريم وفرقه 21 سنه وبرهامي ومروان، الناس دي تعبت معانا واشتغلوا، وجواد واشتغلوا معانا فعلا، كنا من قبل التمرين كنا دايما مدخلينهم معانا، تعبوا معانا جدا، وبالاخص اللعيبه بقى الاساسيه بتاعت الرجال اللي هي شومان وشادي مجدي وخالد عصر والسيد وعمر بدير، باستثناء مع سيد طبعا والبيلي. يعني اللعيبه دي احنا كنا ممكن في اي ماتش اي واحد يلعب منهم ويكسب، اي واحد يلعب، احنا كنا نقدر نلعب الحمد لله فرقتين في الدوري، نقدر نلعب فرقتين والفرقتين يكسبوا. وما انا عايز برضو يا كابتن اقول لحضرتك، انت لما بتستغنى عن لاعب عشان عندك قايمه، اللاعب لما بيروح بيبتدي يبقى يعني، كنا بنتكلم في الفاصل، بيبتدي هو يكون فرقه، بيعمل فرقه، بيقوم فرقه برضه، زي قول لي كابتن يعني زي مين، احمد نديم في انبي
وفي الزمالك كريم العلاقي ومحمد طارق سروبكي، دي اولاد النادي الاهلي، اولاد النادي الاهلي اصلا بالزبط. ولما راحوا عملوا فرق بالظبط يعني بدا، ومع ذلك الحمد لله رب العالمين احنا عندنا من القدره ان احنا فنيا ان احنا نعوض اي حد يمشي لظروف ما يعني غصب عننا بيمشي، انما بنقدر نعوض باولادنا التانيين الموجودين بقيه الفرقه، ونقدر ربنا يكرمنا ونقدر نكسب ونحقق. طب كابتن عمرو يمكن اكيد برضو الجهاز مش بس الكابتن اشرف وكابتن عمرو طبعا، يعني يعني عايزين نتكلم برضو عن بقيه الجهاز، اكيد كان لهم دور كبير معاكم. طبعا كابتن اشرف صبحي اساسا مثلنا الاعلى تقريبا كلنا، واسم كبير جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولعيب سابق يعني من اللعيبه اللي هي السوبر ستار اللي جت في مصر يعني. طبعا احنا الجهاز الفني طبعا كابتن اشرف فتاح يرأس الجهاز، وكابتن اشرف صبحي وكابتن احمد عبد السلام مدرب 21 سنه. المجموعه دي طبعا اشتغلنا كلنا وكان دايما مع بعض في تمرين الصبح وتمرين بالليل، والحمد لله احنا اي نتيجه بتتعمل بتبقى نتيجه طبعاً جماعيه في الاخر. طبعا 100% يعني احنا ما فيش واحد ينفع يبقى لوحده طبعا، كل واحد ليه رغم انها لعبه فرديه يعني تعتبر لعبه فرديه، ولكن روح الجماعه لان في الاخر احنا فريق. احنا فريق طبعا. طب كابتن يعني طبعا انجاز كبير، 11 سنه مسيطرين على كل الايفنتات رجال وسيدات. انا بحب دايما احط الصوره كامله قدام المشاهد عشان يعني احتراما لجمهور النادي الاهلي. احنا عندنا السيدات، السيدة ما توفقناش، ولكن انا عارف ان حضرتك شغال على الموضوع ده، شغال على الملف ده بشكل كويس، بتعدله ايه؟ طبعا هو كابتن عادل شومان لسه ماسك في الجهاز بتاع السيدات، المدرب عام السيدات بقاله شهر، طبعا ما لحقش ان هو يحط بصمته على الفرقه، انما بيجهز جهاز يعني. هم بداوا تمرين امبارح استعدادا للدوري بتاع السنه الجايه. طبعا احنا عندنا في هنا جوده، هنا جوده صغيره لسه عندها 13 سنه طبعاً. واول مره تلعب دوري في حياتها، طبعا ده بالنسبه لها كان لود. ودينا مشرف سافرت كمان بره، ودينا مشرف سابتنا وراحت تلعب محترفه بره. برضو ان اللعيب صغير زي هنا جوده تلعب نهائي دوري ممتاز لسه حبيبتي صغيره طبعا، ولابسه تيشيرت النادي الاهلي، حمل كبير حمل كبير عليها لدرجه ان هي في الماتش الثاني يعني كانت مش عايزه تلعب. فطبعا احنا قعدنا معاها لسه حبيبتي صغيره خلي بالك بالزبط. يعني لسه يعني طفله، واديناها الثقه، لا احنا بنثق فيكي واحنا متاكدين ان انت تقدري تعملي حاجه وكده، وفعلا التزمت بالكلام واقتنعت، ونزلناها في الماتش الخامس عشان الماتش الثالث عشان تلعب مع جليله من الزمالك، وقدرت تكسب وما حصلش نصيب في بقيه الماتش، انما يعني عندنا ثقه كبيره جدا. كابتن رؤوف حتى كان معايا من حلقة. ولادنا جاهزين؟ يعني بنتين عندها 13 سنه ولسه العمر طويل قدامها، مفيش اي مشكله خالص. وانا بس بحب اوضح ليه ان احنا في شغل مبذول، في وعندنا تاني يعني عندنا مروه هشام وفريده عبد الناصر وساره عبد العزيز، وعندنا لسه تاني كتير يعني وزينا من المكسب يعني. يعني ما يحصلوا مره بجد والله، ما يحصلوا مره يعني. انا عارف انت بتهزر بس هو يعني 11 سنه بنكسب ولما يخسروا مره بعد ظروف غريبه وبعد حاجات غريبه جدا وناس تانية بتفرح بالظبط كده. السنه دي موسم مختلف يعني، بس ناس تانية بتفرح برضو. احنا بص طول عمر النادي الاهلي بيمشي زي القطر، ملوش دعوه خالص بالدنيا ماشيه ازاي، ودايما بنبص على المركز الاول، واحنا عارفين ده، واحنا دورنا بس نحط الضوء على المجموعه اللي شغاله بس. طيب خلينا كابتن يعني اقول لحضرتك، السنه الجايه هل انت شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ هل الفرق الثانيه في حصل انتقالات للعيبه معينه؟ شايف يعني رادار الجهاز الفني للفرق الثانيه ايه؟ والله هو الموسم اللي جاي تقريبا هيبقى نفس اسامي اللعيبه واسامي الفرق كاملها، يعني ام بحافظت على اللاعبين الاساسيين بتاعتهم، ان هو كان عندهم موسم انتقالات كان ممكن يمشوا حافظوا عليهم. الزمالك نفس الكلام مع التدعيم بمحترف ان ممكن يجيبوه السنه اللي جايه. احنا الحمد لله عندنا فرقه كامله مجهزه يعني جدا، يعني الوضع ما اختلفش يعني عن السنه دي، مفيش اي اختلاف ان شاء الله، غير يعني غير ان احنا هنكمل زي ما احنا، بغض النظر بقى ان جابت محترف الزمالك جاب محترف، احنا جاهزين ان احنا كده كده اوريدي متعودين ان احنا نبقى موجودين بمحترف او من غير محترف، احنا بنشتغل ومستعد دايما من بدري جدا وبنفضل مكملين يعني. طب كابتن اشرف افريقيا اخبارها ايه؟ هل ممكن تتلعب؟ كورونا معطله الدنيا. هي بطوله افريقيا عندنا بتتعمل كل سنتين، فالسنه الجايه المفروض شهر 7 الجاي المفروض البطوله الافريقيه، يعني احنا تصادف السنه دي ما عندناش افريقيا تصادف، انما طب ده كويس ده خير. فالانديه الافريقيه الجايه هتبقى في شهر 7، حتى الان ما نعرفش يعني. هو مبدئيا انا مع اللي تبع معلوماتي
ان الانديه العربيه هتؤجل ل 21 2021 كانت شهر 11 و كانت في 11 وتاجلت سنه. يعني السنه الجايه كده انت عندك بطولتين انديه عربيه بالزبط. وافريقيا بالظبط اذا تلعبوا بالظبط وزياده عليهم طبعا في النشاط المحلي في زياده كاس مصر برضو بتلعب كل سنتين هتلعب الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله. وشايف يا كابتن برضو ان احنا بتهالف افريقيا ممكن نستعين بمحترف ولا تبقى الدنيا ايه؟ طبعا النادي طبعا بيبقى معانا في الحته ديت وبيخلينا نجيب لعيب محترف نقدر نلعب بيه البطوله وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحافظ على ان شاء الله. ان شاء الله كابتن والحقيقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني انت نورتني وشرفتني واحنا لازم نطلع لفاصل عشان يعني نستقبل طبعا محمد البيلي والسيد لاشين نجوم الفريق واتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن عايز. كابتن عمرو انت نورتني وشرفتني وعجبني الحماس اللي انت بتتكلم بيه. ربنا يخليك. انا بس انا طالب حاجه واحده بس طبعًا ان انا يعني بهدي الفوز ده لوالدتي الله يرحمها يرحمها واتمنى ان اي حد يكون شايفنا دلوقتي او معانا يدعي لها بالرحمه يا رب دايما وامواتنا جميعا باذن الله تعالى. كانت واقفه جنبك جامد يا عمرو. هي كل حاجه طبعا وربنا يا رب يرحمها باذن الله تعالى وانا فعلا بهدي لها الفوز ده ان هي اساسا كانت الدعوه الاولى والاخيره قبل اي حاجه. ربنا يرحمها يا رب ويرحم امواتنا جميعا ان شاء الله. ربنا يرحمها واحنا يعني طبعا بندعي لها بالرحمه والمغفره ويعني بنشطرك الحزامس طبعا يعني مش عايزين نجدد عليك احزانك بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمك وتقدم الرساله اللي هي كانت عايزاها منك ان شاء الله يا رب دايما ان شاء الله. بشكرك يا كابتن عمرو التوفيق دايما شاكر جدا لدعمك لينا يعني طبعا طبعا يا كابتن ده حقكم علينا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نستقبل نجوم الفريق السيد لاشين ومحمد البيلي فابكم. اهلا بحضراتكم من جديد بنرحب بضيوفنا نجوم تنس الطاوله في النادي الاهلي. طبعا ببتدي باسطوره التنس الطاوله الحقيقه اللي حقق انجاز كبير وال11 دوري هو كان موجود فيهم. برحب بالسيد لاشين اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك كابتن هيثم. طبعا ال11 دوري دول يعني اللهم لك الحمد تمام. دول اللي عدينا عايزين 11 كمان دول اللي عدينا قول يا رب ان شاء الله. برحب طبعا بمحمد البيلي نجم الفريق واللي كان له دور كبير جدا جدا في حصول الفريق على الدوري السنه دي. اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. يعني انجاز كبير 11 سنه ما شاء الله. الحمد لله طبعا زي ما حضرتك قلت 11 سنه على التوالي فالحمد لله ربنا يكرم. حضرت منهم كام سنه؟ 11 بس ما شاء الله. ايه ده انتوا الاثنين 11 مع بعض ما شاء الله. دي حاجه انا جيت يعني النادي 2004 2005 يعني كنا بنخسر 3 4 سنين كده ومن 2009 الحمد لله ما خسرناش ماشيين تمام يعني ما شاء الله. انت من يعني ال11 لقب انت حصلت بيهم ويمكن اكيد مر عليك برضو بطوله عربيه اكيد مر عليك افريقيا اكيد الحاجات دي كلها في السكه كانت معانا برضو. اكيد الحمد لله يعني اخذت 7 بطولات عربيه واثنين بطولات افريقيا واثنين كاس مصر. طب محمد يمكن الموسم انت كلاعب بقى احنا كنا بنتكلم على الجهاز الفني ليه رؤيه معينه انت كلاعب بيبقى فيه فترات صعبه كورونا جت انت قاعد في البيت وزنك الفيتنس عملت ايه في الفتره دي؟ والله الحمد لله طبعا زي ما حضرتك قلت انا كنت انا اصلا من المنصوره كنت الفتره دي في المنصوره كان انا من بلد اسمها سندوب مركز الشباب بصراحه كان بيسمح لي ان انا افتحوا الملعب وكنت اجري فيه طبعا بالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي فالحمد لله طبعا كنت بشتغل وببعت الفيديوهات يعني على الجروب كنا عاملين جروب على الواتساب ما شاء الله. فالفتره دي كانت صعبه طبعا حضرتك قلت 6 شهور لحد لما الحمد لله يعني الواحد وقف على رجله الحمد لله قدرنا نشتغل. برافو عليك الشغل الانفيديوال ده مهم جدا جدا الحمد لله. طب سيد انت يعني كنت معانا وبرده نفس القصه والكورونا هي كانت اصعب فتره عليك كانت صعبه برضه نحب نعرف الناس عملت ايه. كانت حاجه صعبه ان الواحد مش واخد ان هو يبقى قاعد في البيت المده دي كلها وكان يعني كان الواحد بيكتشف بيته اصلا مش بيكتشف حياته. الله ده انا عندي حاجات في حاجات في البيت اصلا الواحد ما كانش بيبقى عارفها اصلا وموجوده امتى واشتريناها امتى والكلام ده فركزنا شويه في الحكايه دي لان هم كانوا لو فاكر كانوا يقول لك اسبوعين ان شاء الله نصبر وهننزل نصبر فاسبوعين جابوا اسبوعين خدنا يمكن خدت اول اسبوعين ولا حاجه كده اللي هم ملتزم التزام كامل تمام ما بنزلش من البيت غير يا دوب السوبر ماركت وكده بعد اسبوعين لما حسينا بقى ان ايه حاجه بتجيب حاجه واسبوعين بيجيبوا اسبوعين ابتدينا نتمرن ويعني الحمد لله من نعم ربنا عليا كان واحد صاحبي عنده صاله وكده فكان بيفتحها لي اروح اتمرن فيها محدش يعرف الكلام ده في السكرات طبعا لا بقى هو لا تمام لان انت لوحدك مفيش اي تبقى مفيش اي يعني احتكاك اجتماعي مع حد فطبعا بالظبط فكنت بروح اتمرن والحمد لله كانت يعني كنت محافظ على نفسي كده وانا عندي عجله في البيت فكنت بعمل عليها الفتنس بتاعي عشان رجلي على طول فالحمد لله كنت محافظ على الوزن ومحافظ على السنس شويه. طب في الموسم ده اصعب ماتش كان ليك ايه يعني مش هنقول اسهل يعني نقول اصعب ماتش انت كنت قلقان وعامل حسابه؟ هي يعني هي شخصيات تمام يعني انا بالنسبه لي كل ماتش انا بلعبه صعب
ايا كان المنافس اللي انا بلعبه ضعيف جامد، لانه هو عنده طموح ان هو يكسبني. رب الناشئ اتعلم من كلامك يا رب بجد. يعني الواحد يبقى بيتعامل مع كل الماتشات انها مهمه، ده اقول لك هي دي يمكن دي حاجه انا متربى عليها من زمان، لان كل من وانا صغير يعني زي ما انا نفسي اكسب لعيب جامد، اكيد برضو اللعيب اللي انا بلعبه لما انا يمكن اكون جامد بالنسبه له، فهو نفسه عنده نفس الطموح والضغط عليا انا. تمام، انا المفروض ان انا احافظ، لو انا بلعب سنجل ببقى المفروض ان انا احافظ على مركزي او الرانكينج اللي انا بعمله، ولو بلعب في فرق لازم احافظ على اسم الفرقه اللي انا بلعب فيها. صحيح، فما بالك لما يكون اسم الفرقه الاهلي كمان. صحيح، تمام، فموضوع صعب قوي. فكل الناس بتلعب، يعني احنا بنقولها بالبلدي كده بايع القضيه، nothing to lose، ما مش فارق معاه حاجه، انا خسرت من سيد او احنا خسرنا من الاهلي، فالموضوع بيبقى بيلعب مفيش ضغط عصبي خالص. بالظبط، واحنا علينا احنا المسؤوليه وعلينا الضغط ده، فالموضوع بيبقى صعب. فانت لو كمان زولتهم بقى بشويه استهتار وان انا الماتش ده سهل وان انا المفروض هكسبه وبتاع، الموضوع هيبقى يعني بصعبها على نفسي. افهم من كلامك انه فكر الفكر، المشكله ان انا اشتغل على فكري انا مش الفرقه اللي بلعبها ايه. انا ماليش انا كسيد لاشين تمام ماليش علاقه خالص باسم الفرقه اللي بلعبها. تمام، انا بلعب المنافس اللي قدامي الكوره والمضرب، حتى اللعيب اللي انا بلعب قصاده. تمام، يمكن اوقات كتير قوي يعني ما ببقاش مركز معاه، انا مركز في الفكر اللي جاي لي في الكوره، في الدوران، في السرعه، في الحاجات دي ماليش علاقه انا بيه. حتى في لعيبه من عاداتها مثلا ان هم يستفزوك وانت بتلعب. تمام، بطرق مش معاك يا بشيد الكلام ده. لا لا لا، مش معاك خالص ولا في دماغي هدوء الدنيا ولا في دماغي هدوء الدنيا، ما عنديش الكلام ده. انا مقطع البطاقه اخلص الماتش واتنرفز بعد كده، انما طول ما انا واقف على الترابيزه في مسؤوليه موجوده. ما شاء الله. يمكن محمد اجي لك انت، يعني خدت تجربه الاحتراف، رحت الدوري التركي، الدوري البلجيكي، وسيء كمان يعني، فانا عايز اشوف الاحتراف ده. وطبعا النادي الاهلي بيسمح بالحاجه زي كده عشان تكتسب خبرات وترجع. الموضوع ده فادك، اداك خبرات، اداك خبرات فنيه شخصيه، كلمنا عن تجربه الاحتراف. طبعا الحمد لله فادني، بالذات السنه بتاعت بلجيكا. انا كنت سبت الاهلي في السنه دي عشان بلجيكا ما بتسمحش زي تركيا، ففادني طبعا هناك. هناك العيشه مختلفه بقى، انت حضرتك بتعمل كل حاجه، مهتم بس بتنس الطاوله، في سيستم هناك تمرين حوالي 6 ساعات في اليوم، فالنظام مختلف، فده فادني طبعا. فلما رجعت مصر اكيد كنت بخبره اعلى ومستوى احسن، واتطورت طبعا اكتر بكتير، والحمد لله قدرت ان انا افيد نفسي والنادي الاهلي. يعني تجربه بلجيكا جت بعد تجربه تركيا، صح؟ يعني دي جت بعد دي تركيا. فيمكن تركيا كانت تمهيد لبلجيكا او رفعت مستواك شويه. رحت بعد كده، وبرده عايزين نوضح للساده المشاهدين انه حته ان تركيا بتسمح ان انت تلعب في الدوري التركي وتيجي تلعب برضو في الدوري المصري. بالزبط. بلجيكا لا، بلجيكا لا. يعني انا لعبت سنه في فنربخشة وفي تركيا اخذت برضو الدوري، ومع نادي ادانا نفس الكلام اخذت الدوري، ولما رحت بلجيكا بقى نادي ديست الدوري بتاع بلجيكا ما بيطبقوش اللي انت بتلعب في حتتين زي المانيا. المانيا بتهيألي كده بالظبط كده، المانيا برضو كده، في دول معينه بتسمح وفي دول لا، فالحمد لله يعني. تمام، طب انت ما بتفكرش احتراف ثاني يا كابتن، ولا تركيزك دلوقتي مع النادي؟ تركيز دلوقتي مع النادي عشان انا اوريدي ماضي فاضل لي يعني سنتين، زائد دلوقتي انت حضرتك عارف فتره الكورونا، فالسفر الفتره دي صعبه شويه، الدنيا واقفه شويه بره خالص في موضوع الاحترافات والكلام ده. يعني وانت يا سيد برضو يمكن ليك تجربه في الاحتراف وفي اسبانيا كمان تجربه طويله شويه، رحت شمال شويه فوق. لا رحت اول حاجه خالص، اول مره احترف كان قطر. رحت الدوري كان 3 اسابيع، بس مش فاكرها. انا فاكر اسبانيا، ده كان 3 اسابيع، ده كان من زمان يعني، كان 2003 ولا حاجه يعني، عشان كده مش فاكرها. بعدين رحت تركيا، لعبت هناك كذا سنه، السويد، رحت الاخرانيه بقى اخر حاجه خالص اللي هي كانت السنه اللي فاتت، كانت اسبانيا. بس يعني انا اللي هو في حته الاحتراف، انا لما يجي حد بيكلمني في اي حاجه انا بلعب في الاهلي، وبعدين النادي ده هيبقى رقم اتنين يعني. يعني دايما الاهلي هو رقم واحد، والاهلي رقم والنادي التاني هيبقى بعد الاهلي على طول رقم اتنين. ففي انديه في دول كانت طالباني ان انا اروح العب هناك بس، ولعبت في فرنسا بس. في الوقت ده كانت فرنسا سامحه ان انا ينفع العب في الاثنين. دلوقتي فرنسا قفلت برضه وبقت لازم تلعب في الدوري بس زي المانيا. ففي الوقت ده انا ده كان دايما ولحد دلوقتي الحمد لله ده قراري دايما ان الاهلي، وبعدين نبقى نشوف بقى الدنيا تاني. فالحمد لله يعني الفتره اللي انا قضيتها كان فيها لا خبرات. و اصعب دوري يا سيد لعبت فيه؟ كان الفرنسي. كان اصعب. اصعب دوري. استفدت منه جامد. لان انا قضيت المعايشه كامله هناك. يعني انا في تركيا كنت بروح العب ماتشات واجي.
نفس القصه في السويد، نفس القصه في اسبانيا، نفس القصه. انما فرنسا هي اللي بقى قضيت معايشه كامله في البرو اي، ده اللي هو اعلى دوري هناك، فكان الموضوع صعب شويه ان انا بقى اعيش يعني 9 شهور بره مصر وبتاع. بس دي تجربه صعبه قوي بالنسبه لي ان انا اعملها يعني. صحيح. انا كده تمام. صحيح. طب محمد، يمكن انا سالت سيد على اصعب ماتش واسهل ماتش، انا برضو ما سالتكش انت الموسم ده كان بالنسبه لك ايه اقوى ماتش، ومش هنقول اسهل يعني طبعا باحترام لكل الفرق يعني، بس اصعب ماتش كان لك ايه؟ والله الماتشات كلها كانت صعبه يعني الحمد لله، بس هو اصعب ماتشات طبيعي اللي هو نادي الزمالك ونادي انبي. دول كان اصعب ماتشين يعني في الدوري. طب والقصد اقول لك برضو النتيجه 3-0 دي يعني الحمد لله، يعني ممكن تبقى 3-2 3-1 انما كل الفرق 3-0 بايديكم انتوا يعني. طبعا. احنا بنتكلم مع ابطال هم اللي حققوا الكلام ده. شايف الموضوع ده كان مفاجاه ليك ولا انتوا كنتوا متوقعين ده؟ والله الحمد لله انا كنت حتى بتكلم مع كابتن سيد قبل ما ندخل في الموضوع ده، بقول له احنا اول سنه نكسب الماتشات كلها 3-0، فالحمد لله ده دليل ان احنا كنا بنتعب جدا في التمرين، كنا بنتمرن اكتر، وده اجتهاد اكتر، فالحمد لله طبعا على النتيجه. يعني متهيألي انتوا حتى يمكن مع بدايه الموسم يعني اكثر المتفائلين كان ممكن يقول مثلا 3-1 3-2 بالظبط، لما 3-0 ده كان انجاز كبير. انجاز طبعا ما كناش متوقعين، بس زي ما قلت لحضرتك كنا بنشتغل كنا بنتعب، فربنا كرمنا الحمد لله. طب قول يا محمد يومك بيبتدي ازاي؟ يعني انت مثلا عشان بس الناس تبقى عارفه يوم لعيب تنس الطاوله بيبتدي ازاي؟ بتقوم ازاي؟ بتروح النادي؟ بتقعد في النادي قد ايه؟ بتتمرن على كام فتره؟ يعني شو بنتمرن فترتين يعني، حد تلات وخميس عندنا الصبح، احنا بناخد الجمعه ريست، والباقي الايام بقى من السبت للخميس كل يوم مرن من الساعه 11 لحد الساعه 1 ومن الساعه 6:30 لحد 8:30. بتقعدوا اليوم كده والسايكل بتتكرر كل يوم يعني ما عدا الحد والثلاث والخميس انتوا بيبقى عندكم بالظبط تمرين الصبح بالظبط. طب خلينا نستأنف معاكم الكلام بس نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وارجع طبعا لنجومنا نجوم تنس الطاوله 11 دوري ورا بعض، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا طبعا مع نجوم النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي في تنس الطاوله كابتن سيد لاشين. اجيلك بقى في يومك في التمرين ويومك اللي بتقضيه ازاي، لان انت ليك كواليس كده وليك طقوس عايزك تشارك معانا جمهور النادي الاهلي فيها. والله الحمد لله يعني انا من الناس اللي بتصحى بدري قوي، يعني 7 لما اتاخر في النوم ببقى 8، ده في كورونا في رمضان في اليوم العادي انا عندك قصه ماتش النوم. عندك اي حاجه بتصحى؟ قصه النوم دي مش بتصحى بدري، يكاد يكون مثلا بنام في اليوم 4-5 ساعات. ممتاز. في حياتي كلها عندي بطوله ما عنديش بطوله انا قصه النوم. لازم طبعا الكوبايه المتينه بتاعت الشاي دي بتاعت الصبح، بعد كده بقى اروح اقعد شويه واروح التمرين، اخلص التمرين ارجع اتغدى، ده الكلام ده اللي هو اليوم العادي اللي هو مفيش تمام مشروب. ارجع اتغدى وبععدين انزل على التمرين تاني، وساعات بقى ابني حسين تمام يبقى عنده تمرين في المدرسه، مدرسه تنس طاوله يعني، فالمدام بتجيبه ونقعد مع بعض شويه في النادي ونروح. يعني هتطلع لنا اسطوره زيك ولا ايه الوضع؟ والله هو لحد دلوقتي هو مش حابب الموضوع. هو مطلع عيني. هو مطلع عيني لسه ما طلعناش الاسطوره بس هو مطلع عيني. هو 6 وشويه يعني. 6 ما شاء الله لسه صغير. بس في ابن اخويا بقى اللي هو ادم ده اللي ما شاء الله شكله كويس قوي. ما شاء الله. تمام يعني بادي وبرضه هما الاثنين فرق بينهم 15 يوم يعني. بس السن ده لسه برضه يعني. لسه يعني صابرين لحد ما نشوف. انا بس بديلك امل عشان تتفائل. انا صابرين لو حد فيهم يعني ولادي ولاد اخويا كلهم واحد يعني الحمد لله وكلهم يعني اولادنا، وانا ببقى فرحان اصلا لما يبقى في حد من العيله بيلعب تنس طاوله. يعني انا بحب اللعبه دي زي ما تقول، مش قصه بقى واسطه ومش واسطه، لا طبعا جينات حاجه انا فاهم فيها وسهل ان انا انصحه فيها، مش حاجات ان انا اخليه يسلك او يمشي بسرعه فيها، لا هو ياخد حقه زي ما انا الحمد لله انا واخويا واخواتي كلنا الحمد لله بنطلع بدراعنا. انا نفسي عيالي اربيهم ان هم يطلعوا بدراعهم. طب وبتخلص المدرسه وبتروح التمرين بالليل؟ بالظبط كده. انا قاعد في النادي طول اليوم. طول اليوم بتيجي من الصبح ما تمشيش غير بالليل. بالظبط. الا بقى انا رجعت شغل من بعد العيد. كنت واخد اجازه بدون مرتب ورجعت شغل من بعد العيد. فبقى القصه اتغيرت شويه، شغل واخلص وبعدين ارجع على النادي. يمكن محمد يعني لعيب التنس الطاوله غير اي رياضه ثانيه، حساسيه المضرب، حسيت ايده الانجل لو نص درجه فوق او تحت تخلي الكره تروح في حته ثانيه، فده عايز ساعات تدريب كتيره وتكرار كتير. بتعمله ازاي ده في التمرين؟ يعني انا بشوف انه يعني حتى لو معاك مدرب او لاعب فانت محتاج تمرين من نوع معين.
والله طبعا زي ما حضرتك بتقول الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت كنا شغالين جامد على الحاجات دي طبعا مع الجهاز الفني بقياده كابتن اشرف عبد الفتاح وكابتن عمرو رضا وكابتن اشرف صبحي تعبوا معانا جدا في التمرين وساعات كنا بنزود كمان في التمرين ساعات كنا بنلعب يوم الاثنين وزي ما كابتن سيد قال احنا بنتمرن الصبح الايام اللي بتبقى عندنا الصبح بالليل بنقعد في النادي بنتمرن على كتير. طب انتوا بتمرنوا يعني ثنائيات يا كابتن يا برضو عايزين اعرف الساده المشاهدين انت بيبقى انت على الترابيزه قصادك لعيب ولا قصادك مدرب ولا بتتمرنوا ازاي وهل بتغيروا مع بعض ولا بيبقى في ثنائيات بتتمرن مع بعض؟ لا بيبقى قصاد لعيب يعني مثلا ممكن العب انا وكابتن سيد مره انا وخالد انا وشادي انا وشومان وطبعا كابتن عمرو وكابتن اشرف وكابتن اشرف برده صبحي ساعات بيبقى في غلطات معينه ممكن اعملها بيصلحوها الحاجات دي في برده عندنا تمارين ميني بولز اللي هي الكور الكتير برده فعلى قد ما بنقدر هم بيحاولوا الجهاز الفني يغيروا في التمارين بنلعب ساعات ماتشات برده عشان الماتشات لما نيجي نلعب نبقى جاهزين يعني افهم من كلامك ان انت برده مستوى اللعيبه اللي بتتمرن معاها بيفرق معاك طبعا يعني طبعا يعني انت طبعًا. لو المستوى معاك عالي فانت بتتمرن مع مستوى عالي بس الناس فاكره ان هو انا ممكن اجي الصبح اتمرن لوحدي بقيت بطل لا طبعا انا حتى وانا صغير اول ما جيت كان مستر نيكولا اللي كان موجود هو اللي كان بيخليني العب مع كابتن سيد ومع كابتن عمرو مع كابتن اشرف صبحي زي ما الجهاز دلوقتي ساعات بيطلع لعيبه 21 سنه و18 سنه يلعبوا معانا عشان ياخدوا خبرات مثلا من كابتن سيد ومن اللعيبه اللي موجوده فده طبيعي يعني صحيح يعني رايك كده برضو يا كابتن سيد يعني تالي انت لو معاك مجموعه قويه انت بالتالي هتبقى اقوى فيمكن ده متوفر في نادي الاهلي مش متوفر في اي نادي تاني هو دلوقتي بقى هم يعني متوفر لهم كده بس فهمت. في الاول لما انا كنت في فرقه رجال وهم كانوا لسه ينبيلي جه النادي وهو لسه تحت 15 تمام فتصعد بدري قوي كان لسه فخد منك الخبره كنت انا كبير او انا المفروض ان انا اقوى منه وهو لسه صغير وبتاع فالحته دي اتكسرت عندهم بدري فابتدوا يجمدوا بدري قوي حلو تمام وابتدى البيلي مثلا دخل منتخب رجال وعن 17 18 سنه فدي حاجه ما شاء الله احترف دي حاجه كويسه احترف بس هو يعني ان انت يبقى عندك ناشئين صغيرين بيحتكوا بالرجال من وهم صغيرين طب الرجال بقى يا كابتن سيد يعني انت دلوقتي اللي جامد في الفرقه انت اللي جامد مثلا يعني وانت اللي جامد حقيقه بس هنقول انت مثلا يعني يعني مش هنقول اسامي تمام اللاعب اللي جامد في فرقته هل يعني هو دلوقتي بيتمرن مع ناس اضعف منه طب ما مستواه هيقل بيستعوا ده ازاي؟ هو احنا عندنا في كذا جزء. جزء اللي هو التمرين مثلا المالتي بولز ده بيبقى جزء كبير قوي منه ان انا اقدر اسرع نفسي اداري عيوبي اصلح عيوبي اعمل الكلام ده عادي. تمام. وفي جزء تاني عقلي تمام يعني ان انا بمرن نفسي ان انا ازاي لو وقفت في الموقف ده ان انا مثلا بلعب مع واحد صغير ازاي اعرف استفيد منه ودي يعني برضو الواحد يذكر السبب فيها كان اشرف صبحي كابتن اشرف صبحي طبعا وانا وانا كنت لسه ببدا اتخذت منتخب ناشئين تحت 14 سنه وكنت ضعيف يعني مش جامد ولا حاجه وهو كان بطل مصر رجال فرايح العب كابتن ماجد عاشور الله يمسيه بالخير قال لي العب ماتش مع صبحي حنوا عليا يعني وقال له العب ماتش مع صبحي فروحت العب معاه فانا اشرف صبحي كبير وحاجه بطل كبير جدا فجيت العب خايف طبعا اكيد فمش عارف ارمي السيرف بتاعي اصلا فهو قال لي كلمه غريبه قال لي العب انا عايز استفيد منك فطبعا بالنسبه لعيل عنده 14 سنه تروح تستفيد ايه ازاي انت هتستفيد مني وبتاع لسه صغير بعد كده بقى لما ابتديت اكبر فهمت ان انا دايما مثلا لما اكون بلعب مع حد صغير العب على نقطه قوته تمام عشان احاول استفيد منها اكتر حاجه فابتدت بقى يعني العمليه تمشي كده لحد بقى ما البيلي طلع وخالد طلع وكان قبليهم او معاهم يعني عمر عاصر ومحمد طارق وكريم خالد كل دول كانوا موجودين في النادي وشادي وعمر بدير وبتاع لحد ما بقيت اكبر انا واحد في الفرقه والقبليه خلع لا يعني هي بتبقى كمان خلي بالك الروح حلوه برضه طبعا خلي بالك يعني الروح لما بتبقى مع الفريق كله حاجه واحده وبتلاقي هو حريص عليك وانت حريص عليه يعني برضو كلمنا عن الروح دي جوه الفرقه ازاي بتتعاملوا مع بعض في حته ان انتوا كلكم فريق واحد الجهاز الفني اختار اربعه النهارده ممكن يختار اربعه غيرهم يعني كابتن عمرو كان بيقول الكلام ده الروح دي بتتعاملوا معاها ازاي جوه الفرقه والله الحمد لله طبعا انت حضرتك بس ذكرت حاجه فلازم اشكر كابتن سيد عليها عشان حضرتك فكرتني بيها اللي هو ليه فضل والله كبير جدا عليا بعد ربنا في الموضوع بتاع التمرين هو اللي كان كنا قاعدين في شقه مع بعض
واحنا صغيرين على طول كان بيقعد يقول لي زود في التمرين، لازم تتمرن فترتين وثلاثه ولازم تتعب عشان توصل. فانا يعني بقول لاي ناشئ صغير اتمرن كتير واتعب كتير وكده، واكيد ربنا هيكرمك يجي عليك الوقت اللي هتعمل كده مع انا صغير. بحاول اعمل دلوقتي مع الناشئين الكابتن سيد كان بيعمله معايا، بحاول اقدم اقدر انصحهم اقول لهم الكلام ده كله سلف ودين، فبشكره طبعا مش عشان هو قاعد قدامي يعني. بالنسبه بقى للموضوع الروح والكلام ده، هو الجهاز الفني بصراحه قايم بدور كبير جدا بقياده كابتن اشرف وكابتن عمرو وكابتن اشرف صبحي، بيحاولوا قد ما اقدر يعني يحاولوا يلعبوا اللعيبه كلها، يتكلموا معانا كتير، يقعدوا معانا كتير، احنا كلنا واحد، اهم حاجه نكسب. والحمد لله في لائحه كويسه جدا في النادي اللي احنا اهم حاجه نكسب، ودي بتعم على الكل يعني أكيد. بس فالحمد لله ده اللي عرفت من الكابتن انه حتى اللعيبه الصغيرين 18 و20 كابتن اشرف قال لي تعمل لهم عقود بس لازم يكون ليه رانك معين، وبالتالي بيتعمل له عقد، فبالتالي ده برده خلى اللعيب الصغير حس ان في ثمره بالظبط. بتبقى انا الراجل مضيت عقد مع النادي الاهلي ولا رايك ايه بالظبط؟ الموضوع ده معمول من زمان، من ايام لما كان دكتور علاء رئيس الجهاز، وكان بيحاول قد ما اقدر يعمله، وعمله معايا وانا صغير انا وعمر عصر ومحمد طارق قبل كده. فانا شايف ان الموضوع ده مهم جدا يعني. شايف برضو نفس الكلام يا سيد، شايف ان اللاعب الناشئ لما يحس انه مضى عقد والنادي الاهلي مقدره في الوقت اللي الانديه الثانيه يمكن ما بتعملش كده، شايف ده برضو يعني حاجه كويسه للناشئ؟ هو اي تقدير بالنسبه للناشئ كويس يعني. في ناس ممكن تفرح انها خدت تريننج، خدت تيشيرت، خدت جلدة مضرب، خدت حاجه، اي تقدير، فما بالك لما يكون عقد تمام، وان انت النادي مقدرك وحاسس ان انت لعيب بروميسنج وهيبقى لك مستقبل عندنا وتشد حيلك، والعقد النهارده مثلا بقرش بكره هيبقى بقرشين، والدنيا هتوسع معاك وهتبقى واحد من الناس هتطلع قماش جامد. فالكلام ده، الكلام ده بالنسبه للصغيرين حاجه كبيره، بس بيبقى قصادها بقى ان انت لازم تحافظ على الكلام ده، تتمرن اكتر، تركز اكتر، تحاول تجيب بطولات. كل بطوله انت بتلعبها بتبقى مركز على رقم واحد، مش مالكش علاقه بالناس اللي حواليك بتعمل ايه، انت مركز على الهدف بتاعك بس، اللي هو ان انت ازاي ابقى اكسب البطوله، وازاي يعني ده ازاي بالتالي هيرفع الرانك، ازاي اكسب البطوله في الفردي، ازاي لو انا بلعب فردي ازاي اكسب البطوله، او ازاي نكسب البطوله في الفريق كفريق، وده بالتالي هينعكس على الدرجه الاولى يعني. اللاعب لما يطلع وخلاص هو خد بقى ان هو رانكينج وانه بيكسب وبتاع، هتلاقي نفسك ايه ماشي، وهي دي الاستمراريه، هي ده ميزه النادي الاهلي. احنا حلقه، انا عندي 40 سنه ما شاء الله، وفي فرق، في ناس في الفرق معايا تمام، اللهم لك الحمد انا وصلت ان بقى معايا ناس في الفرقه عندها 18 سنه ما شاء الله. فانت متخيل الفرق بس السن؟ اللهم صل على النبي يعني، يعني نمسك الخشب. لا اللهم لك الحمد يعني، لا اللهم لك يعني الحمد، لا انا والله انت كاسب السابع المصنف في السن من انا فرحان يعني. انا فرحان، انا بلعب وانا مستمتع تمام. كان جالي فتره وانا بلعب وانا مضغوط، دلوقتي انا بلعب وانا مبسوط صحيح تمام. معايا ناس في الفرقه تشيلني، وقبل كده كان معايا ناس في الفرقه صحيح. يعني كان عمرو، عشان انا بقول عمرو مش كابتن عمرو يعني، عشان عمرو زميلي تمام، عشنا مع بعض سنين، وصبحي لما اقول صبحي اشرف صبحي عشان زميلي وعشنا مع بعض سنين. هم دلوقتي بقوا مدربيني وعارفيني وعارفين شخصيتي وعارفين طريقتي، فكل دول تمام. هو كل الحاجات دي كلها بتصب في مصلحتي انا كلاعب، ان انا الناس دي انا عارفها وهم عارفيني وعارفين عاداتي وانا بعمل ايه قبل الماتش وبعد الماتش وبتاع. بعد عمر طويل ان شاء الله يعني، احنا يعني ربنا يديك الصحه وطول العمر، عايزين لك تعمل ريكورد وتفضل معانا كده ان شاء الله يعني. لما تعمل ريكورد بعد ان شاء الله ما يعني تعتزل اللعب، عايز تتجه للتدريب ولا عايز تروح يعني تتجه لاني كارير؟ خليني يعني انا بحب اعمل الحاجه اللي انا حاببها تمام. فانا بحب البينج بونج، اللعبه طبعًا. نفسها انا بحبها، عايز تفضل انا بحبها. بس انا برضو مش من الناس اللي شغله نفسها بالمستقبل قوي، تمام. فانا خلينا كله على الله يعني، يعلم بكره خط فين، فانا صحيح. مش عارف. فانا بحب اعمل اللي انا بعمله دلوقتي، احاول اجتهد فيه على قد ما اقدر، وبكره انت شخص جميل يا كابتن، انت شخص جميل والله، وحاجه شرف حقيقه ان انت تشرفنا ببرنامج الابطال. وكابتن سيد لاشين طبعا نجم النادي الاهلي في تنس الطاوله، بشكرك ونورتني وشرفتني في الاستوديو، اتمنى لك مزيد التوفيق. كتر خيرك يا عبد، ربنا يبارك لك، ومتشكرين على الكلام اللطيف ده. احنا متشكرين ليك على البطولات يا كابتن. بشكر طبعا محمد البيري نجم الفريق، ربنا يخليك. يعني يمكن اول مره نلتقي يعني على شاشه قناه الاهلي، بس حاسس في عينيك الحماس وروح النادي الاهلي، ربنا يخليك طبعا. لو صميم ده انا بقول لك حسيت الحمد لله يعني. من غير ما اتكلم انا بس كنت عايز اشكر والدتي ووالدي واخواتي على كل الفتره اللي فاتت، الدعم والثقه والمسانده اللي هم كانوا معايا، احنا بنشكرهم معاك، ربنا يخليك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، دي كانت قصه ابطال من ذهب، 31 دوري، 11 مره على التوالي،
الحقيقه لو عندنا وقت نديهم ساعتين ثلاثه قدام الشاشه هنديهم، لان هم يستحقوا ده. والبطوله زي ما قلنا احنا كل واقفين مع كل الالعاب على مسافه واحده، لان الانجازات بتحصل في كل الالعاب الحقيقه. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد القادم وقصه جديده وبطل جديد والابطال.